هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي أوكرا كون كارني دي كورديرو دي لا مانيرا ماس فاتيل إي كون لا سابور ماس ديليسيوسو، بمعنى البامية باللحم الضاني بأسهل طريقة وألذ طعم. تعتبر البامية الأكلة الأكثر شعبية في العالم لما تحتويه من مذاق لذيذ وفوائد كثيرة. أول البلدان العربية التي عرفت البامية وزراعتها هي مصر زمن الفراعنة، حيث وجدت منحوتة على جدران معابدهم. ودخلت البامية أوروبا عبر الفتوحات الإسلامية، ومن البلدان التي اشتهرت بزراعة البامية هي مدينة إشبيلية في إسبانيا، ومن ثم نقلها المهاجرون إلى أمريكا اللاتينية. هذه نبذة عن تاريخ البامية. وهكذا تبدو وصفتنا لهذا اليوم بعد أن أتممت أعدادها. وقبل البدء بالأعداد، متابعينا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، وتفعيل زر الجرس لمن شاركنا القناة ولمن سوف يشاركنا القناة، ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. والآن أحبتنا، هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة من البامية باللحم الضاني. باموس. أخذت 400 جرام من لحمة الغنم الدهينة ووضعتها في قدر بعد أن غسلتها في قدر، ووضعت في القدر ماء بارد ليتم سلقها. وها هو ورق الغار، سأضعه بماء السلق، وبعد ذلك سأضع حبات من الهيل. ها هي. طبعا لا ننسى رفع الزفرة كلما تكونت. حتى يصبح ماء السلق صافي. سنضع به ملعقتين من زيت الزيتون الخاص بالطهي. أما بخصوص المقادير فهي 350 جرام من البامية المفرزنة، حبة بصل كبيرة مفرومة ناعما، ملعقة طعام مملوءة من معجون الطماطم، رأس متكامل من الثوم مفروم ناعما، ملعقة كوب من الفلفل الأحمر، وملعقة شاي من ملح الليمون، عصير ليمونة كاملة. ها هي المقادير، وطبعا رشة ملح وزيت زيتون. ها هو زيت زيتون. الآن سأرفع اللحمة من القدر هكذا وأضعها هنا. بعد ذلك بعد أن وضعنا اللحمة سأضع البصل، ملعقة
سأضع البامية ولكي لا يحترق الثوم أسفل القدر نضعه هكذا. الآن سأضع الفلفل وملح الليمون الليمون حامض الآن سأضع رشة من الملح والقليل من ماء سلق اللحم ثلاثة تكفي لتكن النار 5 من أصل 9 ونغطيه نتركه حتى نشم رائحة البامية وهي تقلى في هذه الأثناء هذا هو معجون الطماطم سأضع عليه القليل من ماء سلق اللحم هكذا وأمزجهم مع بعضهم البعض سأضع المزيد من ماء سلق اللحم ونمزجهم أضعهم جانبا حتى نشم رائحة البامية وهي تقلى ما زالت البامية لم تقلى بعد بدأ الماء ينشف ولكنها لم تقلى بعد أترى بدأ الماء ينشف سنتركها 10 دقائق حتى نشم رائحة القلي الآن وبعد أن بدأ بالقلي سأضع له ملعقة كوب من الزبدة الحيواني وملعقة طعام من زيت الزيتون الخاص بالطهي هكذا ونتركه حتى يقلى تماما نغطيه سنعود له بعد 10 دقائق تقريبا الآن وبعد أن شممنا رائحة القلي
عرفنا أنه قد تم سواءه. الآن سأضع معجون الطماطم فوقه هكذا. بعد ذلك سأضع مرقة اللحمة لتكون النار 7 من أصل 9. عندما يبدأ بالغليان ويأخذ قوامه نطفئ النار، وبهذا يكون قد أصبح جاهزا. سأريكم إياه بعد أن يكتمل. والآن لنرى، ها هي البامية قد أصبحت جاهزة. سنطفئ النار ونغرفها. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، أوكرا كون كارني دي كورديرو دي لا مانيرا ماس فاتيل اي كون لا سابور ماس ديليسيوسو، أي البامية باللحم الضاني بأسهل طريقة وألذ طعم، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. متابعي قناتنا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، وتفعيل زر الجرس للمشتركين الجدد والمشتركين القدماء بقناتنا، ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم منا كل ما هو جديد على قناتنا. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. استودعكم الله. أديوس.